بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لا شيء يجعل القلب رقيقا أعظم من أن يقرأ الإنسان الآيات التي يصف الله جل وعلا فيها نفسه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقد مكروا مكرهم في إبراهيم، يقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. إلى غيرها من الآيات يخشع لها قلبك، تذرف لها عيناك، يرجف لها فؤادك، وتقول ممن وتكون ممن قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا وأضرابه خير لك، وإن كان في ذلك خير، لا أتكلم خير بمعنى أخير، أفضل لك من أن تسمع لزيد أو لعمر، وإن كان بالسماع للفضلاء والوعاظ والقراء خير عظيم، لكن العبرة كل العبرة بما تنفرد فيه بينك وبين ربك، هذا الذي يجعلك تحجم عن المعصية وتقبل على الطاعة، ويملأ قلبك انشراحا. ظلمة ليل لا يراك فيها إلا الذي لا يخفى عليه كل شيء. أنت ممن تريد الثواب؟ تريده من الله، ومن هذا الذي أنت تخشاه حقا؟ هو الله. فاصنع عملا لا يراك فيه إلا الله، ثم اطوي حتى في ذاكرتك، حاول أن تنساه، فإذا لقيت الله أكرمك الله جل وعلا بأن أظهره لك. والله إنه يوجد على الأرض من تعلم أنك لو صنعت له معروفا ثم احتجت إليه لأعطاك ولو كان عاجزا يستدين حتى يرد إليك معروفك، ولله المثل الأعلى. فكيف بالتجارة والتعامل مع رب العالمين؟ والله لو أعطاك كل ما تتمنى لا ينقص شيء مما في يده جل جلاله.